الخليج مع الإبداع السوري يلي بيترك بصمته بكل مكان حول العالم. وراح نتوجه ببوصلة الحديث نحو تونس يلي عم تشهد على أنشطة الغرفة الفتية حول العالم JCI وتحديدا أكاديمية صناعة القادة بمشاركة سوريا مع دول شمال أفريقيا. ولحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الأستاذ محمد شبارق الرئيس الوطني للغرفة الفتية الدولية لعام 2017 عبر السكايب. يسعد صباحك أستاذ محمد. صباح الخير أريجو ميسان، صباح الخير لكل مشاهدينا في سوريا وعسلامة من تونس. عسلامة. يسعد صباحك وخبرونا كيف أجواء المهرجان عندكم، الكورسات اللي يمكن عم تقوموا فيها، وأيضا الغرفة الفتية دايما عم تكون متواجدة بكل بلد لحتى تثقل أكثر مشاركتها بأهم يمكن المستويات لحتى تكون على مستوى عالمي. خبرنا كيف زيارتكم لتونس؟ الزيارة تمام، امبارح كان يوم الافتتاح الرسمي. نحن بالايام الماضية كان في عنا عدد من التدريبات، سوريا قدمت تدريب بأكاديمية السلام وريادة الأعمال المجتمعية، وكمان الشباب السوري كان مشارك بعدد من التدريبات. كان في عنا تدريبات قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان في عنا عدد من المشاركين. كان اليوم الأولاني للمؤتمر بالافتتاح الرسمي بمشاركة رئيس مجلس الشعب التونسي، رئيس مجلس الوزراء التونسي. اكيد كان كل الوفود كان موجوده، وكان في هالاستقبال اللي كثير حلو من كل المشاركين من كل الجمهور كان معنا موجود. محمد خلينا نحكي شوي، كيف هي شو اهم البنود المطروحه يعني بالاجتماع اللي انتم فيه؟ هلا ضمن المؤتمر في عنا عدد من النقاط، في عنا تدريبات وعنا مسابقه المناظره، عنا مسابقه الخطابه اليوم حيبلشوا، في عنا اجتماعات جمعيات عموميه لمناقشه اوضاع الغرف بالمنطقه، حيكون في عنا كمان اجتماعات مع مجالس الاداره العالميه، الرئيس العالمي حيكون في معنا اجتماع مع الوفد السوري حيكون مناقشه المواضيع. وكيف اليوم عم تقيموا المشاركه السوريه باعمال اكاديميه صناعه القاده؟ تمام، كان في عنا مشاركين اثنين ضمن الاكاديميه، كان خلال 3 ايام قطعوا العدد من التدريبات تهدف لتطوير الشخصي، تطوير مهارات القياده، مناقشه المهارات اللي لازمتهم ليديروا غرفهم المحليه. بشكل عام هذا النقاط الاساسيه. كان في عندنا حوالي 50 مشارك من دول المنطقه، من كل غرف المنطقه، ومن بيناتهم الوفد السوري. يعني كل مرة عم يكون في مشاركة للوفد السوري عم يكون في ردة فعل يمكن حلوة فينا نقول من قبل الأشخاص أو الدول المشاركين من باقي أو الوفود عفوا المشاركة من باقي الدول. كيف كان هيك اللقاء مع الوفود الأخرى، وخصوصا أنه يمكن وفد كبير رايح من عنا من الغرفة الفتية بسوريا؟ تمام، انا امبارح كنت بالباك ستيج عم نحضر للافتتاح، وكان كل رؤساء الدول عم بيقولوا لي الوفد السوري عامل ضجه برا وعامل اصوات برا وعامل عم بحرك الجو برا. كثير كان شعور حلو لما انا طلعت على الستيج على المسرح وعم برفع العلم السوري، وهيك كل المسرح كان عم بيصيح سوريا سوريا. صرنا زمان ما سمعنا هذا الشيء، كل سوريا، لبنان، الاردن، تونس، الثانيه كان كله مع الوفد السوري عم بيصيحوا سوريا. فهذا الشيء بحسسنا انه رجعنا وكنا في هذا الحماس واللفه لرجعتنا. لكن يمكن قديش هالمشاركه هي انعكاس حقيقي للشباب السوري اللي عم يحقق بصمه على ارض الواقع؟ هي اكيد انعكاس. الشباب السوري ما قصر ابدا خلال الفتره الماضيه، كان عم يعمل نشاطات ومشاريع. يمكن شوي الحصار اللي عم بتصير علينا والسياسه اللي عم بتصير حوالينا هي عم بتسكر، ما بتظهر هذا الشيء، عم بشوف الاعلام برا عم بورجوا الصوره الغلط اللي هي الشباب اللي فاقد للامال، الشباب اللي عم هاجر، الشباب اللي عم بموت. نحن عم نحاول نفرجي الصوره الثانيه، الشباب اللي عنده امل، الشباب اللي عم بيشتغل، الشباب اللي عنده افكار، الشباب اللي عم بيعمل شغلات في كثير شباب ما قادرين يعملوها. انا من اهم الكلمات اللي سمعتها امبارح من عدد الدول 19 كان نيجيريا، كان موريشيس، انه شلون عم تقدروا تعملوا، عن جد انتم عم تقدروا تعملوا هذا الشيء رغم كل شيء حواليكم عم بصير، انه نحن شبابنا يا ريت تتعلموا كيف هذا الاصرار، كيف هذا الدافع، الحب اللي عم تقدر.
دائما الشباب السوري عم يكونوا درس وعم يعطوا كثير لكل الاشخاص. زيارتكم لتونس لامتى مستمره؟ وبالايام المقبله شو رح تكون الاعمال؟ تمام، نحن في عنا 3 ايام بقيانين. اليوم الاول بفعاليات الرسميه للمؤتمر، اليوم حيكون في عنا مسابقه المناظره ومسابقه الخطابه، في عنا فريق مشارك من سوريا بالمسابقتين باللغه الانجليزيه، في عنا اليوم اجتماع الهيئه العموميه لدول افريقيا والشرق الاوسط، فحيكون فيه عدد مناقشه للمواضيع والنقاط اللي بتخص عمل الغرفه، حيكون في عنا غدا توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة حلب وغرفة رأس الجبل بتونس، حيكون في عنا كمان حفلة جوائز آخر يوم مساء. سوريا مرشحة العام ل 12 جائزة، أما الأنفاق تقصد أكبر عدد جوائز. عنا عالمي مناقشة نعمل كمان زيارة رسمية من مجلس العالم ناقشة. هي بشكل عام النقاط، يعني حاطين نقاط اضافه تدريبات عن اليوم موزعين بين التدريبات، نقدر نجمع اكبر عدد تدريبات ونرجع لغرفنا التحقيقيه. اكيد نحن بنتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله بترجعوا بالسلامه، لكن الغرفه الفتيه شو محضره بعد تونس؟ بعد تونس رجعانين، في عندنا افتتاح غرفه حمص، هذا حيكون اول شيء، في عندنا اطلاق لمشروع ليتس دو ات. ليتس دو ات هو مشروع عالمي عم بتطبق ب 150 دوله حول العالم، كمان حيكون عندنا اطلاق له، في عندنا مشروع التويب ال 10 اوت ستاندينج يونغ بيبل، 10 شباب الاكثر تميزا حول العالم. العام الماضي كان اول سنه بنشارك فيه، السنه حنشارك فيه مره ثانيه. العام الماضي من اصل اهم 10 شباب حول العالم كان في عندنا حصتنا 2 اللي هن استاذ شادي الشي من امين عام للرئيس التنفيذي سوريا الثانية، وده كعكي من قراءة حلب. ما كان عندنا بالإضافة سريع على الفرق المحلية عليها. يعني نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق محمد، وان شاء الله بالمناظره بيكون لكم بتقدروا تحققوا يلي بدكم اياه، وبتكون للغرفه الفتيه الدوليه بسوريا بصمه ان كان من خلال هي المشاركه او بكل المشاركات العالميه القادمه. شكرا لك وناطرين رجعتكم بخير وسلامه. شكرا لكم كثير، وان شاء الله بنكون قد المسؤوليه ونرفع راس سوريا، بالاخير بلد كبير هي مسؤوليه كثير كبيره علينا. اكيد تحيتنا كبيره لكم ولكل فريق جمعيه منظمه اكيد الغرفه الفتيه، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم وان شاء الله بترجعوا بالسلامه.